لوين اخد هالاسبوع مواليد الدلو؟ الاسبوع الثاني من شهر ايلول سبتمبر 2023. يا عزيزي، الى افاق جيده وحالمه انت ذاهب. بتشجعك الافلاك على توسيع الافاق. من اخر يوم من الاسبوع الماضي انت بتعرف هالشي. يمكن تلاقي حاليا حل لمشكله عالقه. يمكن كمان يأسرك شخص بتتعرف عليه حاليا، يأسر قلبك. ما تضغط على قدرك بين التنين 11 والأربعة 13. خلي الأمور تمشي مثل ما هي. ما تطالب بشي وما تنظر إلى الآخرين بنظرة متعالية. كمان ما تنتظر أي نتيجة مفيدة، وخلي قراراتك هادية ومدروسة. يعني ما تتوهم وما تشوف بعض الفوائد بطريقة غير جدية وغير واقعية. يعني بدك تكون down to earth، بدك تكون كتير واقعي وتشوف الأشياء وما تترك لا مخيلتك ولا رغباتك تاخدك بعيد. هلأ يمكن تعطي رأيك بشي أو تحكي عن معلومات ويعتبروا أنه هيدي رغباتك. مش دايما الناس بيعرفوا يفرقوا بين معلومات ورغبات. إذا بتقول المعلومات بيفكروا أنه أنت عم بتعبر عن أمنيتك. مشان هيك بدك تنتبه جدا بهالأسبوع وتكون حريص على التكتم وعلى فهم نفسية الناس حولك وتقبل بعض الناس يلي ما بيقدروا يفهموا شو عم بتقول. ما تخاف من المجازفة بعدين، وابتداء من الخميس 14 بخبرك الأسبوع الجاي.